على جانب آخر، وفي إطار فعاليات مبادرة إيد واحدة بمحافظة سوهاج ومن خلال الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، قام التحالف الوطني بالتنسيق مع جمعية راعي مصر بتنظيم قافلة طبية بقرية الدويرات التابعة لمركز المنشأ تضم 7 تخصصات طبية بالإضافة إلى صيدلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلها. والتفاصيل مع الزميل محمد رفعت. مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفقا لما تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من خدمات تنموية كافة لجميع أهالي المحافظات، هنا في محافظة سوهاج تم تقديم قوافل طبية مختلفة التخصصات والوصول بها لعدد كبير من قرى المحافظة. احنا النهاردة في قرية الدويرات من أكبر القرى في مركز المنشأ. مستهدفنا النهاردة بإذن الله هيوصل أكتر من 400 حالة. قرية الدويرات دي قرية محتاجة يعني خدمة كبيرة في كل المجالات. احنا النهاردة نزلنا بأكبر عدد، النهاردة دكاترة نازلين التخصصات اللي احنا نزلنا بدكتورة نسا النهارده، أخصائية نسا معانا جهاز السونار والأدوية النهارده مجاني تماما في كل العيادات، مش في عيادة النسا فقط. معانا العيون النضارة بنعملها مجاني، طبعا بتتعمل في أحدث الشركات وأحسن الشركات اللي بنعمل بيها، بتبقى في القاهرة، شغالين على شنابر حديثة وجودة عالية في الشنابر. النهارده احنا في قرية الدويرات التابعة لمركز المنشأ بنقدم أكتر من عيادة للمريض. في عياده العظام هنا بنشوف العيانين بنفحصهم، واذا كان الموضوع مستاهل ان احنا نحوله بره او بنعالجه هنا، وفي العلاج موجود معانا. يعني القافله الحمد لله من احسن الدكاتره واحسن الاطباء من محافظه القاهره وجميع التخصصات، وانف واذن وحنجره وعيون ورمد وكل التخصصات طبعا، وشكرا جزيلا لحضرتك. إشادة كبيرة من المواطنين وصورة تحكي واقع لجمعيات أهلية تقدم خدمات ضرورية لتلبية احتياجات الأهالي والارتقاء بمستوى معيشتهم والحفاظ على صحتهم. نشكر التحالف الوطني، احنا النهاردة في استقبال قافلة طبية تبع التحالف الوطني فيها جميع التخصصات، وفي اقبال شديد من المواطنين، واللهم صل عليك يا نبي. في كذا حاجه يعني، في نسا وفي رمض وفي انف واذن وحنجره وفي عظام، وطبعا العلاج مجاني، وموضوع النضاره برضو مجانيه ب 90 جنيه، يعني دي حاجه كويسه خالص، وفي اقبال شديد يعني من المواطنين، وان شاء الله نتمنى من التحالف الوطني ان هو يكرر لنا موضوع القافله الثاني. انا مسؤول عن الشنابر، وبنعمل الشنابر على احدث طراز، بنعمل الشنابر في مصر، طبعا شنابر على مستوى في الطفل الصغير الكبير للمراه للراجل زي كده، ونحن جايين بدور راعي مصر هنا، واشكر التحالف الوطني. اذا هو تحالف تنموي يقدم صوره واقعيه لساحه كبيره توضح عديد من الادوار الخدميه لكثير من الجمعيات الاهليه التنمويه التي تعاونت وتكاتفت تحت شعار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. محمد رفعت، طيبان.